مساء الخير على كل مشاهدي الحدث اليوم ومتابعي برنامج حكايات مع دل. حلقتنا النهاردة غير عادية لأن معانا نموذج مشرف واللي قام بتكريمه شخصية مرموقة وكل المصريين بيحبوها، وهو الدكتور مجدي يعقوب. الشخصية دي هي قامة علمية الدكتورة رانيا السيد عبد العليم، استشاري العلاج الطبيعي لأمراض المخ والأعصاب، اللي مشرفاني النهاردة ومنوراني. أهلا بحضرتك يا دكتور. طبعا أنا فخورة بجد إني قاعدة مع حضرتك، وفخورة أكتر لما شفت الفيديوهات اللي احنا هنوريها للأستاذة المشاهدين وهنشرح لهم. طبعا عايزين نبدأ إن أنا أول مرة أسمع تقريبا إن الدكتور مجدي يعقوب يزور دكتور في عيادته ويهنيه ويكرمه على حالة هو عالجها. طبعا عايزين حضرتك توضحي ايه سر الزيارة والتكريم اللي كلنا افتخرنا بيه لما شفناه، بس طبعا عايزين نشوف نوري للسادة المشاهدين ايه هي الحالة. بصي، اولا لازم في الاول اول حد يعني نتكلم عليه في الدنيا كلها دكتور مجدي يعقوب. طبعا بجد قد ايه هو شخصية جميلة، شخصية بتقدر يعني قيمة اي حد تعب او اشتغل. عايزة اقولك انه اصلا في اول قد ايه حد عنده كمان انتماء على فكرة البلد، وتخيلي مش مجرد كلام على فكرة. يعني الحالة دي اول ما جت كان في قالي انه في هم عايزين يسفروها بره. الحالة ما كانتش مصرية لانها عندها شلل تقريبا في الاربع اطراف. الحاله اللي حضرتك عالجتيها ما كانتش مصريه وكانت عندها شلل في الاربع اطراف. وبعدين هو قالوا له لا، احنا هنودي حد علاج طبيعي، كنت خصوصا الماجستير والدكتوراه بتاعتي علاج طبيعي لامراض المخ والاعصاب. فقال لهم لا، احنا عندنا قامات علميه في مصر، وانا متاكد ان في مصر هتتعالج احسن من بره. احنا معانا فعلا صور للدكتور مجدي يعقوب. لازم ان احنا برضو نوري السادة المشاهدين الصور، وان احنا بنتكلم عن القامة العلمية اللي الناس كلها طبعا عارفاها وبنشكره طبعا، وربنا يديله الصح يا رب يا حبيبتي. بس فهو قال يعني كان عنده اول حاجة انتماء لبلده ان هو اختار، يعني الحمد لله كنت انا الشخص اللي اختاره ان هو يقوم. الحمد لله تميزي في علاج حالات كثيرة، وهو أكيد كان متابع شغلي فاختارني انا لعلاج الحالة دي عشان يوري الناس بره قد ايه احنا عندنا ناس، احنا عندنا دكاترة ازاي متميزة في مجالات معينة، وازاي ممكن يجيبوا نتائج مع حالات صعبة جدا. فالموضوع اول حاجة ان هو حد عنده انتماء لبلده فظيع، والحمد لله شرف ليا ان هو يختارني انا لعلاج الحالة بتاعته، اللي هي الحالة كانت صعبة جدا، وكانت البنت بتحبي اصلا ما بتقدرش تمشي، وبتحبي حتى على ناحية واحدة بتزحف على بطنها، وكانت حالة صعبة جدا. بس فدي اول حاجة حابة اقولها، بشكره على اختياره ليا وعلى ثقته الكبيرة فيا. كمان بقى قد ايه هو انسان جميل ومتواضع ان هو يجي يعني لحد العيادة عندي يشكرني، وغير كده اهتمامه بحالاته ان هو جاي يتابع بنفسه الحالة بتاعته يشوفها وصلت لفين، ويعني اهتمام بالحالة وفي نفس الوقت تشجيع للدكتور، اللي هو يعني كلنا نيجي يعني ايه جنب دكتور جنب دكتور مجدي، او فكونه يجي يعني لحد عندي بنفسه. فده كان تشريف وتكريم وزياره كبيره جدا افتخر بيها واعتز بيها، وتساعدني ان هي تبقى في ملفي العلمي والعملي. تهنئته ليا بنجاح شغلي، فدي عارفة الزيارة كده حاجة تاجي على راسي، يعني هفضل حطاها العمر كله. طبعا ومن خلال البرنامج انا تاني بشكره، مع ان هو اللي كان شخص جميل جدا جدا وعمال هو اللي يشكرنا ويقول لنا اي ام فيري هابي، ويكفي ان هو قال على حضرتك انك نموذج مشرف فعلا. الحمد لله ربنا يكرمه، وانا بعتز بشهادته جدا ومبسوطه جدا ان هو جه زورني في عيادتي. فكان يعني مش عايزه اقول لك قد ايه فخر ليا وقد ايه فرحه كبيره. يعني هي يا دكتور الحاله كانت صعبه جدا، يعني احنا عندنا طبعا في مصر بيبقى في حالات يقول لك احنا هنسافر بره، يعني احنا الحمد لله وصلنا ان احنا اللي بيتعمل بره، الناس بتيجي من بره تعمل عندنا. هو ده التحدي اللي دكتور مجدي يعقوب خده، الحمد لله بفضل الله عن طريقي. هو اصلا يعني طبعا دكتور مجدي يعقوب مش محتاج حد يشكر فيه، هو اصلا عمل لها عمليه قلب كبيره جدا. هو كان اصلا عامل عمليه قلب مفتوح كبيره جدا للحاله، هي كانت مولوده عندها اكتر من عيب خلقي.
منهم عيب كبير في القلب، والعملية كانت 8 ساعات، وطبعا دكتور مجدي يعقوب أجراها بمنتهى النجاح. الحمد لله. طبعا لما كان بعتها كان يعني قال لي خلي بالك وحالة القلب، انت هتشتغلي، احنا بنشتغل من 6 ل 8 ساعات معاها. فقلت له يا دكتور هنراعي حتة القلب بطريقة معينة في الشغل بتاعنا، ومع 6 8 ساعات قدرنا ان احنا نحقق النجاح ده من غير ما نكون بنجهد البنت، يعني قدرنا من غير ما نجهد القلب، يعني ان احنا نوصل للي احنا عايزينه. كان عندها اكتر من جلطة على المخ. عايزين نعرف ظروف الحالة بقى بالظبط يا دكتور. البنت كان عندها اكتر من جلطة على المخ، مش جلطة واحدة، هي مولودة بكذا عيب خلقي، كان حصل نقص للاكسجين في المخ، وعندها اكتر من تجمع دموي في المخ. فالمهم ده سبب لها شلل نصفي على الجانبين. هي جات لنا من سنة، عالجنا، كانت الإصابة الناحية اليمين خفيفة يعني متوسطة، فقدرنا نعالجها، وبعد كده سافرت وبعتها لي تاني عشان نكمل علاج الناحية الشمال. الناحية الشمال بقى كان فيها كذا مشكلة، مش بس بقى كان الحوض يعني عندها شلل نصفي والحوض مخلوع، والركبه من ورا فيها حاجه اسمها فليكشن، تشوه في مفصل الركبه، متنيه يعني فيها متنيه، فعملنا اطاله للاوتار بتاعه الركبه، وعملنا الايد فيها برضو مشكله، عملنا اطار الاوتار اليد واطاله الاوتار الانكل، وعندها تشوه في مفصل الانكل حاجه اسمها تاليبس ايكوينو فيروس، بيبقى الانكل عامل كده. كل ده في حاله واحده. بصراحة أنا مبهورة من حضرتك، كمية الشرح اللي حضرتك بتقوليه أنا مش متخيلاه، يعني سبحان الله، هو دي حاجة بتاعت ربنا طبعا والفضل يرجع لكم، بس كل أنا مبهورة كل الحاجات اللي حضرتك بتقوليها دي إحنا مش متخيلين إن هي ممكن تتعمل في مصر. الحمد لله هي كانت حالة، وفخورة إن أنا قاعدة قدام قامة علمية زي حضرتك قدرت تفرح ناس كتير تقف وبتساعد ناس كتير، وانك فعلا ما خيبتيش ظن دكتور مجدي يعقوب في حضرتك. بصي، هو ظن دكتور مجدي يعقوب بس ما كانش فيا انا كدكتوره رانيا، لا هو كان في مصر كلها، يعني ان هو بيقول للناس لا احنا عندنا في مصر ناس تقدر تعمل كده، فهو يعني، فانا بشكر دكتور مجدي يعقوب، وكمان يعني مبسوطة ان احنا قدرنا نوصل للناس على مستوى العالم، لان دكتور مجدي يعقوب شخصية عالمية، يعني ان انا مصرية يعني برضو، يعني زي ما بيقولوا كده تحيا مصر، حاجة تشرف مصر، وحاجة يعني انا مبسوطة ان انا عملت حاجة، يعني حاجة برضو لمصر، يعني حاجة تشرف مصر، حاجة تشرفنا قدام العالم كلها ان احنا قدرنا نعالج حالة صعبة زي دي، وقدرنا نوصل لتحدي كبير زي ده. ما قعدناش نقول بقى نسافر بره والكلام ده. الحمد لله. فانا مبسوطة بتكريم دكتور مجدي يعقوب، مبسوطة ان دكتور مجدي يعقوب شخص مصري اختار حد مصري، فمبسوطة يعني مبسوطة لدكتور مجدي، مبسوطة لينا كلنا، مبسوطة لمصر، مصر كلها، لأن أنا حد بيحب بلده جدا، حد بيحب مصر، يعني بيحب رئيسه بيحب بلده، فكل الحاجات دي بصراحة يعني كانت من الحاجات اللي بسطتني جدا. إن إحنا بس كمان يعني تكريم دكتور مجدي وزيارته ليا في العيادة، كنت حاساها فرحة مش ليا بس، لأ فرحة لمصر كلها. إن شاء الله نشوفك في حالات أكتر. نشوف بقى زيارة دكتور لحضرتك، دكتور مجدي يعقوب، نشوف الزيارة بتاعته. لسه هنعمل تريننج تاني وزاوية الكلاتش عشان تزود
She's standing straight, huh? Yes. Yeah. No, she is standing straight, and we will make in the shoes the wedna carry tool. He has a discrepancy for yeah, I think. Oh, the wood. Oh, so not the calipers. Oh, oh, the calipers. Why you will have to say? We get her to the. The name of the physiotherapy. You know, she raise your wrist. How is the hand? Raise your wrist. This is, but she uses her right hand. Oh, see, she uses the right one. Leave it. Then she can move it. So she can write and do things. Fantastic. You will come until you reach it to me, but you will take the steps I will as I will take it. Okay? Ready? Yeah. Okay. Short step, please. Yes. Yes. But I don't want to hit dip. Okay? I want you to yes. Bend yourself later. Huh? Huh? Move like move. Yes. Yes, excellent. Diana, you are strong. Look at me, look to my foot, okay? Meshi, I have a new boot as your boot, okay? Yeah. Okay? Yes, but I don't want to hear dip. No? Dip in the floor, okay? Yeah. Yes. Yes. Hmm. Come again. Again to me. No, we are not making lambing. No, no, it is wrong. I want this. Then this. Very smooth, very slow. This. Then this. Yes. This, then this, no. Thank you.
أنا طبعا بشكرك جدا يا دكتور، أنا فعلا مبهورة وفخورة إن حضرتك معايا. ربنا يخليك. إنك قدرتي فعلا تدي مصر لقب إن إحنا قد بره وقد إن إحنا نسافر بره. شفنا الحالة، وكنت عايزة حضرتك لما إحنا اتكلمنا وسألتك عن فرق الطول، تقولي حضرتك برضك إن أنت وصلتي إيه إن أنت تعمليه للحالة إن عشان الطول يبقى مناسب. إحنا لبسناها شوز طبية كده عملنا فيها فرق للطول، يعني احنا بصي عالجنا كل المشاكل يعني. الحمد لله على فكره ده مش اول تكريم ليا، بس طبعا 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 التكريم من دكتور مجدي يعقوب شخصيه عالميه ليها طبعا حاجه ليه وضع تاني. انا طبعا كان في تكريم من دوله السودان على فكره على نجاحي برضو في علاج حاله شلل نصفي بس في رجليها الاثنين، كان عندها مشكله في النخاع الشوكي ودي حاله شلل نصفي. بس فالحمد لله دي مش اول حاجه يعني، الحمد لله يعني تكريم جالي برضو قبل كده من دوله السودان، والنهارده جالي من دكتور مجدي يعقوب في علاج. انا تخصصي ماجستير والدكتوراه مخ واعصاب. انا نفسي بس اقول يعني حضرتك كمان سمعتي في الدول اللي بره. اه الحمد لله مش اول وعالجت حالات من السعوديه وحالات بتر كتير ولبسناهم اطراف صناعيه وحالات شلل نصفي. بصي احنا بنعمل نبذة مختصرة كده عن العلاج، احنا بنعمل كورس، الكورس ده مش موجود غير بره وفضل اللي عندي في السنتر في مصر عن طريق الدراسة التخصصية اللي انا عملتها، لانه مجال المخ والاعصاب مش ناس كتيرة متخصصة فيه وانا حبيته جدا جدا. بنعمل حاجة اسمها علاج مكثف، بيبقى من 6 ل 8 ساعات في اليوم، ففي خلال شهر بتجيبي نتيجة كويسة. ساعات في عيان بيحتاج شهرين، ساعات بيحتاج 4، ساعات اكوردنج بقى للحاله ايه. بس الحمد لله بنوصل يعني لحالات. انا طبعا جبت الحاله اللي تخص النهارده دكتور مجدي يعقوب لان احنا بنتكلم عن حدث زيارته وتهنئته لينا على النجاح اللي احنا وصلنا له. بس ان شاء الله يبقى في حلقات تانية. حدث تاريخي يا دكتور كمان. حدث تاريخي ان حضرتك تكوني تعالجي حاله زي دي، احنا اصلا ما كناش متخيلين حاجه زي دي. وفرحانه جدا بوجود حضرتك، وعايزين النبذه بقى عن حالات الشلل والجلطات المخ. احنا حالات الشلل النصفي بشكل عام سواء كانت جلطات في المخ او بسبب النخاع الشوكي بنشتغل بروجرام بيبقى من 6 ل 8 ساعات. البروجرام ده بيشمل حاجات كتيره جدا ما بين اجهزه، وبيبقى العلاج يومي وبيبقى حاجه اسمها علاج مكثف. بنشتغل بحاجه اسمها ده جهاز امريكي بنحقن فيه ماده، لو في تصلب عضلي بنقلل التصلب العضلي ده في المكان اللي التصلب العضلي ده بيمنع لك الحركه. فبنحقن الماده دي في جهاز جوه جهاز امريكي بيوصل الدواء للداخل وبيقلل التصلب العضلي. بنحقن ساعات لو احنا محتاجين نحقن النخاع الشوكي برده بماده ثانيه بتعمل استيميوليشن تنبيه لحاجه اسمها الخلايا الجذعيه المجاوره ان هي تيجي تعمل التئام. كل ما العلاج كان بدري وكل ما كان مكثف ورا بعضه كل ما كان افضل، لان احنا عندنا نظريه اسمها نيورال بلاستيستي بتقول انه كل ما تشتغلي فتره طويله المخ يستجيب اكتر. بمعنى ايه؟ احنا عندنا نظريه النيورال بلاستيستي بتقول لك انه في خلايا في المخ سايلنت ما لهاش وظيفه، ممكن تاخد وظيفه الخلايا اللي حصل فيها ايه؟ تلف. عندنا حاجة اللي هو الموصلات العصبية ممكن كميتها تزيد أو كفائتها تزيد مع العلاج المكثف. لقينا إنه المخ ممكن يعمل إعادة تنظيم تاني للخلايا، النرف العصب يعمل سبراوتنج كأنها شجرة وبتعمل تفرعات جديدة سبحان الله ترجع تشتغل تاني، أو إن خلايا المخ ترجع تعيد بناء وتنظيم نفسها من أول وجديد. كل ده بيتعمل عن طريق العلاج المكثف في مكان متخصص. اذا يا جماعه ان احنا نقول حد دكتور لحاله شلل يجي لك ساعه في البيت ده مرفوض تمام، مش هيجيب نتيجه، تفضل 10 سنين تشتغل ومش بتجيب نتيجه. لكن تيجي شهر او شهرين او 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 في مكان متخصص بدل ما تقعد تشتغل سنين طول عمرك وما تجيبش نتيجه، تيجي لحد متخصص تقعد معاه شهر اتنين تلاته يعني والنتائج اصلا بتبقى سريعه لان العلاج بيكون مكثف، افضل 100 مره ما تقعد تشتغل 3 سنين او 4 سنين وبدون نتيجه وبدون جدوى. بس دي طريقه العلاج اللي احنا بداناها في مصر وقدرنا نوصلها الحمد لله، وقدرنا نحقق بيها الحمد لله النجاح الكبير ده مع الحالات الحمد لله. انا بوجه للساده المشاهدين كلهم ان احنا عندنا سنتر فعلا متخصص
يعني مركز كامل متكامل لعلاج جلطات المخ والشلل النصفي والدماغي. طبعا الدكتور ورتنا قد ايه الحاله كانت صعبه، والحاله من خارج مصر، وقدرت ان هي الحمد لله ترفع راسنا قدام كل الدول، وان هي فعلا تبقى قد المسؤوليه بتوفيق من ربنا. طبعا احنا قاعدين قدام قامه علميه يا جماعه، لازم طبعا نقدرها ونديلها كل التقدير والشكر والاحترام، ان هي فعلا علت اسم مصر بين الدول. يعني الدكتور فعلا مش هيكفينا ان احنا نشكرها او نقدرها، يكفي ان الدول كمان حبت ان هي تكرمها على مجهودها وعلى شطارتها وعلى مجهوداتها مع الحالات اللي عندها. وطبعا هي ادتنا كل النبذات اللي احنا نقدر ان احنا ناخدها ونعالجها. انا بشكرك فعلا يا دكتور، ويعني حابه ان انا ببارك لحضرتك على تهنئه دكتور مجدي يعقوب. طبعا بشكرك وبشكره وبشكر كل النجاحات، وبشكرك على نجاحك الساحق في علاج حالاته، وامل جديد لعلاج كل مرضى الشلل النصفي برجعهم للحياه من جديد مع دكتوره رانيا السيد. طبعا كان معانا سوبر ستار العلاج الطبيعي كما اطلق عليها من دكتور مجدي يعقوب والكثير من الاطباء، وان شاء الله امل جديد لعلاج جلطات المخ والشلل النصفي والشلل الدماغي وحالات البتر ايضا مع دكتوره رانيا السيد عبد العليم. طبعا بشكرك يا دكتور، ان شاء الله تنورينا في حلقات تانية كتير ونفرح بحالاتك. انا عايزه بس اشكر من خلال الحلقه فضل. شكر كبير قوي 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 للدكتور مجدي يعقوب، ومبسوطه جدا ان احنا قدرنا نثبت انه مصر فيها الحمد لله كفاءه، وان احنا نقدر نتحدى اي دوله بره او اي دوله اوروبيه في العلاج. فعايزه اقول ان انا فخوره اني مصريه طبعا، فخوره ببلدي، فخوره برئيسي، فخوره بدكتور مجدي يعقوب، فخوره بتكريمه ليا. بشكرك طبعا. فبشكركم كلكم على الكلام الجميل اللي قلتوه عليا في الحلقه. بشكرك. مشاهدينا حلقتنا خلصت للاسف، وانتظرونا في حكايه جديده يوم الاحد القادم الساعه 1:30 وحكايات مع دلال.